السلام عليكم حبيبتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد وكاطو فاني جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. الى راكم جداد في القناه ما تنساوش تخلوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتخلوا لي لايك وتعليق. كما راكم تشوفوا في العنوان بغيت ندير الكاطو، على بالي تعرفوه كاع وتقولوا بالك ثاني قديم، مي انا معليش اول مره نسيه صراحه، جامي درتو حتى الا راه قديم ولا اول مره نسيه. اي بغيت نديرو اليوم، جاي سهل بزاف كما راكم تشوفوا فيه، ما فيه لا بيض لا والو، جاي سهل بزاف. بغيت نجربو معاكم نصف المقادير برك، واللي راه بيض ضعف ضعف هذا مليح حتى الا ماشي للعيد ولا حتى للحياه اليوميه ومليح. بغيت اليوم نبداه معاكم. عندي 125 غرام 125 غرام تاع زبده طريه راهي طريه، ثلاثه تاع مرصوه تاع فرماج او مثلثات، ثلاثه المثلثات انا درت فرماج غير نورمال، ولهنا مغرف صغيره تاع خميره الحلويات والفرينه. نبداو نحضروا، نجيبوا الاخر تاعنا هنا، بسم الله. نبداو دروك نديرو الزبده تاعنا ونديرو المرصوة تاع الفرماج أو الجبن. بسم الله، هنا نبداو نخلطوهم قاع هادو ثلاثة. أنا ندير بيدي باه يجيني مليح التخلاط. نخلطو قاع هداك الفرماج مع الدهان ولا مع الزبدة. نبداو دروك نضيفو في الفرينة غير بشوية، ونضيفو المغرف تاع خميرة الحلويات، مغرف صغيرة. ونخلطوهم كاع مليح مليح، ومن بعد نعاود نرجع معاكم نوريكم العجينه كيفاش جات. هذه هي العجينه تاعنا، شوفوا كيفاش جات، راهي طريه جات كيما هكا. ودروك نبداو نخدمو فيها غير بشويه. فوالا درنا كيما هكا، حبلناه وخلينا هكا طويل، ودروك غير هكا غير شويه نلاخرو باه ما يجيناش خشين بزاف بزاف. راكم عارفين راه فيه الخماره كمان. هلا كيما هكا، نقلعو له الحواشي تاعو باه يجينا نفس الشكل. نتوما الى عندكم الطابع خدموا بالطابع، انا ما لقيتش عندي الطابع تاع المثلث، ما لقيتوش عندي. هيا ودروك نبداو نصنعو فيهم على شكل مثلثات كيما كنبداكم غير بهذه، على شكل مثلث كيما قلت لكم. نتوما الى عندكم الطابع خدموا بالطابع باش تجيكم سهله الخدمه. نصنع معكم حبه واحده اخرى، تصنعوا نصنعوا على الشكل تاعها كي نرفدوها على كيما هكا. انا نكمل كاع نحط في البلا ومن بعد نعاود نرجع معكم ونوريكم التزيين تاعو. راني طحنت الكوفريت تاعنا، شوفوا كيفاش جا الكوت تاعو تاع لافاني، هذا الكوفريت وي تاع لافاني. هيا ولهنا راني درت الحسل ذوبته شويه باه يجي هكا لك يا ليكيد، ووجدت لهنا في البلا كاع الكيسات وجدتهم كيما هكا. عندي هادو تاع مربع، انا جبت معكم غير حبه هكا لك يا بغيت نسييها. شوفوا كيف جات الاخرين، راهم يبردوا باسكو راني خارجه وخفت الوقت اللي يفوتني. ايا قلت نوجد معكم هذه، ندير هكا صاي نوجد معكم ام حبه والاخرين نخليهم يبردوا كي نجي ان شاء الله نكملهم. هذا درنا له هكذا، ايام بعد ان شاء الله كاع نكملهم
ونخليهم نوجدهم ونخليهم نخليهم يبردوا ايوا، وبعد نوريكم صح التقديم كي يجي، ونتمنى يعجبكم الكاطو تاع اليوم، جاي سهل وفاني ما فيهش المقادير بزاف. فوالا راني جيت وكملت الكاطو، هذا هو الكاطو تاعنا تاع اليوم، جا كيما هكا كاطو الفرماج وسهل بزاف بزاف، جا كيما هكا لا الشكل تاعو، والاخرين ها من لهنا لا هادو غي دوائر هكا درتهم كي تزايدوا لي، نوريكم هادو غي دوائر هكا درتهم هي مضبه كي تزايدوا لي، زيدت لي العجينه ما بغيتش نقيسها. هادو هما الشكل تاعنا تاع اليوم، وهذا هو الكاطو، نتمنى يعجبكم، ونقول لكم نقسم معكم حبه قبل ومن بعد نقول لكم الى اللقاء. نقسموا الحبه هذه نشوفوها كيف جات، جيت نقسم معكم الحبه هذيك المدوره، شوفوا كيفاش يتفتت، شوفوا كيفاش جا من الداخل يتفتت بزاف، وحتى ذاك الحسل شربوا كاع شرب الحسل، شوفوا يجي طري بزاف بزاف، ونشوفوا الكو مازال رانا صايمين، نشوفوا الكو من بعد ان شاء الله الى يجي الكو تاع الفرماج. نقولكم الى اللقاء، الى الفيديو الجاي ان شاء الله، بوسه كبيره لكم، باي.